أرجوك يا ماما، أنا عملت اللي عليا وحاولت معاه لكن مفيش فايدة. مصرة تفرض رأيها عليا وأنا خلاص حرمت أسمح لأي مخلوقة تمشيني على هواه وتعقد حياتي عشان تحقق طموحاتها على حسابي. أنا ما مفرضش حاجة، أنا بس بتمسك بحقي. أرجوكي، إحنا اتفقنا خلاص وأنهينا المناقشة، ما عنديش استعداد إن أنا أفتح حوار تاني ملوش فايدة. على إذنك يا ماما. استنى يا علي، عايزاك. معلش يا ماما، بكلمك بالتليفون. أرجوك يا طارق، زي ما وصلتك ليا عشان تقنعيني اتجوزه، انا بوصلتك له دلوقتي عشان تقنعيني يطلقني. يا ساتر يا رب، في الله ولا فعلك يا شيرين. طلق ايه اللي عايزني اتوسط فيه؟ ده انا اهون عليا متقابله. بعد الشر عن حضرتك يا طنط، بس صدقيني هو ده الحل الوحيد، وانا مستنيه ردك بعد ما تكلميني. اسمعي بس يا شيرين، ارجوك يا طنط، هو ده احسن لي واحسن له. ما تزعليش نفسك يا بيتي، الحاجات دي اسم ونصيب، صعبانين عليا قوي يا بنات. بس الحكايه اني حبيت شيرين قوي، كنت متعشمه فيه هتفضل جنبه وتبقى ضميره اللي ما ينامش. انت عملت اللي عليكي؟ تفتكري متهيألي كنت اقدر اعمل حاجه تانية؟ بس هي ايه مش عارفه. حاولي معاه تاني، كلميه، علي بيبي يحبك ويحترمك. المشكلة اني عذراء يا ناهد، معاه حق. محدش ليه حق يشتري وبيع في الناس يا ابنتي. يشتري في الناس ده ايه؟ دي مراته يا اختي وهو جوزها، وعاوز يحبسها في البيت، عاوز يحرمها من شغلها اللي بتحبه. ما دام قادر يسددها ويكفيها من كل ناحية، وهي احتياجاتها فلوس وهدوم وفسحة وبس، مش يمكن تكون محتاجة للشغل اكتر. يعني انت يا ناهد لو جالك ابن الحلال اللي يفتح لك بيت يكون مقتدر، هتقولي له برضه لازم اشتغل؟ وليه لا؟ على فكره انا راجعه المكتبه تاني، وان شاء الله هرجع اخر النهار. ليه بقى؟ احنا مش اتفقنا؟ انا الحمد لله دلوقتي بقيت كويسه، وبصراحه الشغل كتير على عباس. طيب يا حبيبتي روح الشغل يمكن يسليكي، بس اسمعي، اول ما تفتح الجامعه مالكيش دعوه بالمكتبه خالص، تنتبهي لكليتك ودروسك وبس. هذاكر واشتغل في نفس الوقت كله الا الشغل، والمساله برضو مش فلوس. برضو علي بيه مش لاقيه الاستاذ عادل في اي نمره من الموجودين عندنا. جربي كل شويه يا سالي، يمكن يكون عنده مشوار وهيرجع، اول ما يوصل في اي نمره منهم اكلمه. حاضر يا فندم. في حاجه تانية؟ ايوه، في واحده ست شكلها غريب خالص، مصره تقابل حضرتك. شكلها غريب خالص، اسمها ايه؟ اسمها برضو غريب قوي، انا اسفه ما سمعتوش كويس، بس حاجه زي سعديه سعدات، مش فاكره. سعديه سعدات، تعرف حد بالاسم ده يا حلمي؟ لا ابدا. هي شكلها ايه يا سالي؟ هي طويله وعريضه ولابسه الجطن ذهب. طب خليها تخش، يمكن تكون تاجره ولا تتعامل مع شركة من شركاتنا. اتفضلي. العواف عليكم. مين؟ هو انت؟ حلم. ادي الجمل وادي الجمال. جمل ايه وجمال ايه يا هانم؟ لا مؤاخذة، حضرتك علي بيه طبعا، مش كده؟ ايوه. اي خدمة؟ جاي اشتكي لك الافندي ده، الاكلانجي الكليفتش النصاب. عيب! عيب يا ست سبعوية، عيب! هو ايه اللي عيب يا راجل انت؟ يا راجل يا ناقص، انت تعرف العيب؟ بقى تنتهز فرصه دخول الراجل الاوتيل عشان تهف فلوسه اللي عندك، وابعت لك في مراسيل تكرشهم وتقول مالكوش حاجه عندي. وانتوا مالكوش حاجه عندي فعلا. انت بتقول ايه يا نصاب يا حرامي؟ ايه 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 حلكو، افهم ايه الموضوع الاول. استاذ حلمي، انت تعرف الست دي؟ ايوه، دي مرات الحاج باسوني تاجر العمله، كنا بنلجأ له احيانا لما نحب نلم العملة الصعبة علشان نمشي الواردات بتاعتنا. بقى ستك عارف طبعا. ايوه ها، وبعدين اتمسك متلبس واتحبس. قبل ما يتمسك بساعتين كان المسغوط ده عنده اخد منه 20,000 اخضر على اساس يرجعهم له تاني يوم الصبح مصري اول ما البنك يفتح. بتحصل كتير وحصلت قبل كده وكنا مأمنين له، لكن العفش ده اما عرف ان بوسبوس لبس قضيه وهيقعد شويه في الاوتيل زف عينه المبلغ وما ردوش. ما حصلش، المبلغ اترد مصر بالكامل لواحد من رجالته. او
اهي دي بقى سعاده البيه اللعبه الامريكان الفالصو. جنابه بيدعي ان واحد من رجالتنا خد الفلوس. طب اسمه ايه؟ مش فاكر. شكله ايه؟ مش فاكر. بالذمه ده كلام يخش على مخ اي حد. جنابه متكل على اننا كنا دايرين ورا الراجل في القضيه من السجن للنيابه ومن النيابه للسجن، وعايز يهف المبلغ في كرشه. قلت لا يا بت ما بدهاش، وجيت ومش هخرج من هنا الا وفلوسي هنا اهو. ماذا والا هدفعكم قدهم 10 مرات، بس بطريقتي انا بقى وطريقتي عدم المؤاخذه كلها لبش. والواد العره ده يعرف اني احتكم على رجاله يسدوا عين الشمس. وورايا كبارات في البلد مطرح ما اروح ورايا، ونهار بس مشاور بصباع الزغنون ده اضلمها واقلبها زوابع. اسمعي يا ست انت، احنا ما نقبلش التهدير وشغل البلطجه ده. انا ممكن اخرجك من هنا على السجن لابس قضيه. حتى انت كمان، وانا اللي بقول عليك ذوق وهتفهم الاصول وهترد لي فلوسي وتمسك الواد الهلفوت ده من ودنه وتشده الله. وتضربه على ايده وتقول له كفه يا نونو. التجار التقال ما يعملوش كده في بعض. وتستسمحني وتديني فلوسي؟ ما تسالش فيها يا علي بيه. ايه؟ ما تسالش فيها، دي واحده متخلفه. اخرس قطع لسانك. الله في سماه مالك عندي الا الضرب بالقديمه. لا ده انت مش هتيجي بالذوق بقى. ذوق ايه يا مهشتك؟ بدل ما تتحمق قوي كده علشانه، حط عينك في عينه وخليه يواجهك ويقول لك كان بيسمسر قد ايه من وراك في كل عمليه. لو انت راجل قول له عملت فلوس قد ايه من ورا ظهره. طب وليه؟ انا اقول لحضرتك الكشف اهو، غيرته مننا 20 مرة، دولارات على استرليني على فرنساوي على الماني. الفرق اللي كان بيغير بيها الحرامي ده وبين السعر اللي بيحاسب شركتك عليه اكتر من 650,000 لحلوح، يعني نص ارنب وحته يا باشا، واكلهم من بطنك. كدب كدب يا علي بيه. كل اللي بتقوله ده كدب. دي عايزه تضربني اسفين عندك. الميه تكدب الغطاس يا علي بيه. الكشف من ايدين حضرتك اهو. تابقوا على كشوفاتك وراجعوا بالتاريخ والمليم. حلمي في كلمة ونص، وعشان ننهي الموقف السخيف ده، ال20,000 دولار اللي بتقول عليهم الست دي دفعت المصري بتاعهم ولا لا؟ اقسم لك يا علي بيه، اقسم لك بشرف. لا خلاص خلاص، طالما اقسمت بشرفك يبقى خلاص. فضل يا ست في المكتب اللي بره، بعد 10 دقايق هتاخدي فلوسي. احنا اسفين جدا كده. تبقى ابن سوق واحبك. تشكر يا بيه على كل حال. السلام. ايه تاني غير ده يا حلمي؟ علي بيه، ازاي يخطر في بالك انك تصدق ناس زي دول؟ ايه تاني غير ده يا حلمي؟ علي بيه، انا مش ممكن. لتالت واخر مرة، ايه غير ده يا حلمي؟ انا ارفض اجاوب على سؤال مهين بالشكل ده. اوكي تالي. اكتبي قرار حالا بتشكيل لجنه مكونه من عصام رأفت، كامل الصيفي، عبد السلام مرسي. تفحص زفات الاستاذ حلمي خليف وتجرد عهدته في خلال 48 ساعه. امن المؤسسه يقفل مكتبه وكل المكاتب التابعه ليه، يمنع من دخوله هو وكل الموظفين اللي معاه. حاضر يا فندم. اقعد، قعدتنا هتطول. علي بيه، انا بحذرك. انت تخرس خالص. انت تحمد ربنا لو خرجت من هنا على بيتك. واحد زيك ما عندوش ضمير كان مصيره السجن. مش من صالحك يا علي بيه انك تعملني كبش فدا. ايوه اقلب الاسطوانه يا حلم يا خليف. سمعني النغمه التانيه، نغمه التهديد. انا بدافع عن نفسي، ولما تحاول تحطمني ما تتوقعش مني اني هقف ساكت واركع قدامك واترجاك. هكون فاكر ان انا لسه عارفك دلوقتي ولا اتفاجئت؟ لا، ده انا عارفك من زمان، من زمان قوي، من ايام ما كنت جوز عمتي. بس انا كنت واخد حذري منك وعامل احتياطاتي. هكون فاكر انك انت كبرت وبقيت الراس التانيه في المؤسسه، وانك بقيت تعرف اللي ممكن تهددني بيه. تبقى وهم.
اللي عندي مش اوهامي يا باشمهندس، اللي عندي ورق، مستندات، دفاتر. واللي لازم تعرفه ان الحاجات دي مش في مكتبي او مكتب من مكاتب مؤسستك، لا، الحاجات دي عندي انا في بيتي في الحفظ والصون. يعني مشوار صغير قد كده لمكتب المدعي العام الاشتراكي عالي بيه، وفي اخره امبراطورية علي البدري تبقى حطام فتفيت. كل الدفاتر والمستندات الاصلية تحت ايدي ومستعد اسلمها، بس بشرط واحد يا سيادة المستشار. شرط ايه يا استاذ حلمي؟ اعتبر شاهد ملك وأعفى من أي مساءلة قانونية عن أي تصرفات تسفر عنها تحقيقاتكم وممكن تدني. لحظة واحدة. صباح الخير يا فندم. أنا المستشار عبد الباري. آسف لإزعاج سيادتك، بس في موضوع خطير قوي ومهم لازم يعرض على سيادتك فورا. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. اتفضل يا استاذ حلمي. جناب المدعي هيسمعك وهو اللي هيقرر نوافق على شرطك او لا. قبل ما اسمح لنفسي ان اكلم الدكتوره قمر مباشره، قررت فتحك انت اولا باعتبارك اخوها تقريبا. في الحقيقة خالد انت فاجئتني. على الله ما تكونش مفاجأة سيئة. اطلاقا، بالعكس، ده حتى ارتباطنا كان سايب هيبقى ارتباط مزدوج. طبعا انا كان نفسي استنى لغاية ما يتم الجواز في نفس اليوم اللي هتتجوز فيه انت ونور، لكن في الحقيقة انا لازم ارجع شغلي في الكويت بعد اسبوع. اجازتي خلصت ومش هقدر استنى اكتر من كده. على مالك شوية يا استاذ خالد. ايه، مش تستنى لما نشوف قمر هتوافق ولا لا؟ معاك حق، لكن انا حاسس ان موافقتك هتقطع نص الطريق لموافقتها. وانا ما عنديش اعتراض يا خالد. كده اشكرك. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. شرفت وانست. شكرا. ايوه ايوه يا سياده المستشار، تحت امر سعادتك، في دقيقه واحده اكون عند حضرتك. اذا صدق كلامه تبقى المستندات اللي معايا دي في منتهى الخطوره، وتكمل التحريات اللي بتتعمل عن نشاطات مجموعه البدري. هو سعادتك يا فندم اديته وعد باعتباره شاهد ملك، بس اشترطت نتاكد اولا من جديه واهميه المستندات اللي معاه. استاذ ناجي، انا مش لاقي حد من المعاونين بتوعي أقدر منك أنت يتولى هذه القضية. ملف التحريات أهو، حصر الطالع عليه الليلة، من بكرة تستلمه وتعلم اللازم وتتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على المستندات من حلمي خليف وتتابع القضية. بس أنا برجو سعادتك تعفيني من القضية دي. ليه يا ناجي؟ يعني يا فندم أنا لسه ما انتهتش من قضية عبد العزيز حلاوة، وبعدين أنا توصلت الناس جداد بدل الراجل اللي اتقتل في السجن، وشهادتهم هتعوضني. خلاص يا ناجي، موضوع عبد العزيز حلاوه اتقفل. ازاي يا فندم؟ ده انا قربت خلاص. الموضوع اتحول من عندنا للنيابه العامه. ايوه يا فندم، ده الشق الجنائي، انما بالنسبه للجانب المتعلق بالافساد السياسي والاقتصادي فاحنا لسه قدامنا. انتهينا انتهينا يا ناجي، وانا بكلفك بموضوع جديد لا يقل اهميه ابدا. واذا كنت ناوي تكمل موضوع عبد العزيز حلاوه انا مش همنعك، بس على شرط يبقى مع القضيه دي. مش عارف اعمل ايه يا ماما. واجبك يا ناجي، مش انا الوحيد، في غير كتير ممكن يتولوا قضيه علي البدري. مش عارف ليه مصرين ان انا اللي حطمه بايدي. مين عارف، مش جايز ده لصالحه. يعني ايه لصالحه يا ماما؟ حضرتك متصوره ان انا ممكن اجامله؟ انا ما قصدتش كده خالص. كل المساله انك هتبقى فاهم دوافعه وتاريخه، وهتبقى قادر اكتر من غيرك انك تعامله بروح القانون. أنا خايف من العكس،
خايف من تعسفي معاه اكتر من غيري علشان اثبت لنفسي ان انا محايد ومش بجامله. انا واثقه من ضميرك يا ناجي، مش هيخلى بيك ابدا. يا ريت يا ست الكل. انا هحاول ابلغه بنفسي ان انا اللي همسك القضيه علشان ما يتفاجئش. الو، مكتب الباشمهندس علي البدري. طب من فضلك، هو موجود؟ هيجي اخر النهار؟ امال هو فين؟ سافر؟ فين؟ باريس؟ عارفه، بلغني بنفسه، اتصل بيا من المطار. زهرة اضطرت تسافر باريس عشان تلحق اجراءات دفن الولد، ما كانش ممكن تسافر لوحدها بحالتها النفسية دي. دوروا عليا عشان أسافر معاها، لكن كنت مشغول مع ضيوف وغبت عن البيت مدة، ومعرفتش حتى باللي حصل غير لما أمي قالت لي النهاردة. باختصار عشرين، علي لقى نفسه مضطر يسافر بدالي. شكرا يا عادل، بس ما كانش في داعي إنك تيجي تعتذر بالنيابة عنه. خلاص انا فهمت كل حاجه، انا بس مش عايز الموضوع ده يكون سبب لتعقيدات جديده بينكم. مفيش تعقيدات جديده، مشكلتنا احنا الاثنين اتحلت. اتحلت بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان لما بيوصل لقرار بيرتاح. لهجتك بتخوف. المكابره والشعلقه في الحبال الدايبه بتخوف اكتر. لكن علي بيحبك. جايز تكون انت مصدق، انما انا مش مصدقه. لازم تصدقي عشان دي الحقيقة. علي أخويا وزهرة أختي، وتأكدي إني بحب لهم كل خير. لكن لو في إحساس واحد في المليون إن مشاعرهم القديمة دي هترجعهم لبعض تاني، كنت أكيد قلتلك. إحساسك مرتبط باللي أنت بتشوفه من برا، إنما إحساسنا ملوش أي دعوة بالظاهر. إحساسي نابع من غريزتي، الرادار اللي موجود جوا كل ست بينبهها. الرادار ده نبهني عن حقيقة كان ممكن عناية تخدعني فيها. صدقني يا عادل، بعدين لما تفكر هتقول لنفسك شيرين كان عندها حق. أنا مش عارف أقولك إيه. ما تقولش أي حاجة، أنا مقدرة شعورك النبيل وبشكرك عليه. قبل ما امشي ليا طلب واحد. طلب واحد؟ قول عشرة. محاولة أخيرة، ادي له فرصة تانية. تضيع وقت صدقني عادل. حتى لو تضيع وقت احسبيها عليا انا. اوكي يا عادل، انا هستنى لما يرجع من باريس وهقوله ان انا اقتنعت بوجهة نظره، وهسيب الصحافة وهقعد في البيت زي ما هو عايز. بتتكلمي جد؟ واثقة من النتيجة. تراهني؟ نتيجة ايه؟ ان اخوك هو اللي هيهرب. اعتبريها نهاية اتأخرت شوية لفصل تعيس من حياة الأزور. ما تستسلميش لمشاعر السم اللي ممكن تدمرك. مش قادر يا عادل، مش قادر. النهاردة بعد ما دفنها بصيت لتمثال الملاك المرمر، حسيت ان عينين متحجرة بتبصلي بتلمع زي ما تكون عينين ابني هو بيبصلي في اخر مرة. فكري فيها من ناحية تانية يا زهرة. تخيلي لو فضل عايش بنفس الحالة اللي كان عليها، كبر وهو مخلوق مشوه في جسمه وفي عقله، كان هيعيش ازاي؟ كنت هتعيشي انت جنبه ازاي؟ ولا كنت هسيبيه طول عمره في المساحات؟ زهرة، تفتكري ده عدل ولا رحمة ربنا هي العدل الحقيقي؟ ربنا مش هيسامحني. ربنا سامحك خلاص، يوم ما رحم ابنك من حياة عيسى ورحمك انت كمان من ثمرة خطأ كان بتكبر قدام عينيكي. تفكري كل لحظة بعلاقة مشوهة تورطت فيها. وانت يا علي؟ انا ايه يا زهرة؟ سامحتني؟ أكيد، وجودي معاك هنا أجرت لي.
أنا آسفة يا عليا، أنا ما كانش لازم أستغل تعاطفك معايا في الظروف دي وأسألك سؤال زي ده. ليه لا يا زهرة؟ لأن ده نوع من ابتزاز المشاعر. هتصدمي لو قلت لك إن أنا كنت سعيد بظروفك الحزينة دي. سعيد؟ أيوه. طبعاً مش بوفاة ابنك، لا. الفرصة اللي جات لي عشان أجي معاكي. عمري ما دورت على إنسان وفرحت لما ما لقيتوش. زي ما دورت على عادل عشان يجي يسافر معاكي. ما قدرتش ألاقيه. أنت بتقول إيه يا علي؟ أرجوك ما تقولش حاجة تانية. زهرة أنا حازم. بونسوار. حازم أنت هنا في باريس؟ عرفت من عاصم بيه. إيه في حياتك يا زهرة؟ حياتك الباقي. ألوان الشتا اللي جاي أسود وأحمر. دول أكتر لونين بيليقوا عليا. ولو إن برضو كل الألوان بتليق عليا. مش كده يا أم رمضان؟ لو ما كانتش الظروف الوحشه اللي مسافره فيها الست زهره كنت شبطت فيها تاخدني معاها. نفسي اشوف بلاد بره دي شكلها ايه. انت بتقولي ايه يا وليه يا خرفانه انت؟ مش كان الواجب برضو انك تسافري معايا يا ست هاني؟ ده انت امها والاصول. اسكتي خالص، بطلي، هاتيلي التليفون. نعم. دلوقتي انطرشتي؟ اقفلي الحباب اللي في ايديكي دي. حاضر. اعمل لك فنجان قهوه؟ لا، هاتيلي التليفون الاول. حاضر يا ستي. اصلها بتبقى منطقده قوي لما طالقها هو اللي يسافر معاه. صحيح الواد المسكين ده يبقى ابنه كمان، لكن طالقها قوي ابنها ايه؟ انت بتقولي ايه؟ والله ما انت فاهمه في الدنيا دي حاجه. اسكتي خالص خالص وروحي اعملي لي فنجان قهوه يلا. امال يبقى لها ايه؟ حجايب. الو، انا يتهن. انا نازل. نعم. خرجت. امال مين حضرتك؟ اختها؟ طب ميرسي خالص. لا متشكره قوي، مع السلامه. من امتى كان لك اخوات يا عنايات هانم؟ الو، بونجور عوني بي سبب يا ميرسي. ممكن اكلم زيزي هنا؟ تعبانه واخدت منهم؟ لا ابدا، سلامتها. ميرسي قوي، مع السلامه. يا زمن، هل كلهم نايمين او خرجوا او في الحمام؟ حتى صديقات عمرك اللي اتمرموا في خيرك يا نازك، واللي كانوا ملمومين حواليك زي الفراش ما يتلم حوالين النور. من بعد حكاية مازن لما عرفوا انه نفضك وسابك على الحديدة بقوش عايزين يعرفوك. لكن انا لسه نازك. انا نازك السلاح دار، وعندي العمارة دي كلها، وعندي اولادي. ربنا يخليهم لك. هم مين؟ الله يخرب بيتك، خضتيني. حط القهوة عندك، فضلي روح اشوف شغلك. يا حاكم، الاولاد لما بيتربوا كويس هيطلعوا حنينين وفيهم الخير وبيبقوا هما السند في العجز. عندك مثلا رمضان ابني يخاف عليا من الهوا الطاير، وما كانش راضي ابدا ارجع للخدمه في البيوت تاني. حمله تقيل يا ضنايا ورزقه ضيق والدنيا بقت مولعه نار. قلت له لا يا رمضان، ده انا لسه يا اخويا بصحتي واقدر اشتغل واساعدك. تصدقي بايه يا ست هاني؟ الدمعه فرت من عينه. روح يا رمضان يا ابن بطني، ايه اللي هيطعمك ما يحرمك ويرزقك برزق اولادك ويفتح عليك قدر يا كريم يا رب. ايه يا وليه انت جالك ايه؟ بتشحتي على باب السيده؟ ادعي ادعي انت كمان لاولادك يا ام عادل. ادعي ايه وام عادل ايه يا وليه يا مخموله انت؟ طب خلاص، حقك عليا ما تزعليش. بس بقولك ايه يا ست هانم، الراجل البواب اللي اسمه عجايبي ده كسلان وبروطه وانزوح على الفاضي، وكمان بيقولوا عنده تجاره يعني مش محتاج لها. ايه رايك لو جبت لك رمضان ابني يمسك لك العماره؟ مش افتح الباب وحسك عينك تفتحي معايا الموضوع ده مره تانيه. اعمل ايه يا ربي في الكارثه دي؟ استحملها دي ازاي؟ قولي لماما في ضيفة عزيزة. رمضان تعالي لبسيني بسرعه، ولازم تغيري. اتفضلي يا سهيل. انا مرتبك كتير يا عادل. ما ترتبكيش،
أمي هتغير في دقيقة وكون معاها. اتفضلي. كلمت عنك فيا؟ كأنها تعرفك من يوم ما اتولدتي. بسم الله ما شاء الله، جسمك ولا جسم بنت بنوت عندها 20 سنة. جسم ايه بقى يا ام رمضان؟ ما خلاص راحت علينا. راحت عليكي؟ فاشر وحياتك اللي يشوفك يقول بكتير وعندها 30 سنة. طب قول 40. واضحك على روحك. لا يا اختي 30 كويسين. طب روحي انت وضبي اللي هتقدميه للضيوف. حاضر من عيني. بس بقولك ايه يا ست هاني، هي بسلامتها تبقى له ايه؟ عروسته الجديدة؟ عادل مستعجل كتير يا هانم. سنتين وتقولي مستعجل يا سهيلة؟ مفروض تكوني مستعجلة اكتر منه. عادل عارف الظروف اللي بتخليني مش مستعجلة، والظروف دي بقى هي اللي انا مصمم اغيرها. المسألة هاي ما بدني اش يا عادل. اسف يا هانم، بس لو ما تكلمنا حنتخانق، وهيدا اول مرة بتشوفيني فيها. ما بحب تاخدي فكرة غلط عني. انت شامية؟ انا فلسطينية يا امي. فلسطينية؟ مو رمضان. في ايه يا ام رمضان؟ خش على حياتي جوه. معلش ما تاخذونيش. تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني، تعالي 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 في حضني يا بنتي. اهلا وسهلا. كفايه يا ام رمضان، كرهها ايه الوليه دي؟ معلش ما تاخذونيش، اصل افتكرتك ويا جاد اللي مات في فلسطين سنه 48. الله يرحمه. عن اذنكم. فاردون يا سهيلة، أصلها يعني شوية. بالعكس يا هاني، هيدي قشتي بوقتها، بلكي تفكر الإساس باللي بينساه دايما. فرصة سعيدة يا مافك شرفنا. بسرعة كده الحق يا عادل. يا سهيلة احنا ملحقناش نقعد مع ماما. بنقعد إن شاء الله مرة تاني، وانت عارف إنه ما عاد يقرب. طب تفضلي حوصلك. بكرة أو بعد حضورك تاني يا هاني. سهيلة قالي مفتاح العربية انزل انت وحصلك بعد دقيقه. ماما ها ايه رايك؟ باين عليك بتحبها اكتر ما هي بتحبك. لا انت متهيألك كده عشان مستعجل ومش مستعجل. انا هنزل اوصلها وارجع اشرح لك كل حاجه. سلام. يا جدع ما تاخدش بالك بقى وتعملها قضيه. الله ما يمكن الواد دقدق نسي ونوره قبل ما يمشي. ايه ده؟ في حد في الدور العلوي؟ يا جدع حد مين؟ الله اوعى بس يا ناصر، في حد في الكافتيريا فوق. تعالى معايا. هيكون مين بس يا جدع؟ الله ده صوت جاي من بعيد، يمكن حد من فوق. بقول لك ايه، الله انت مش هتجيب الباسبورتات من المكتب وتطلع بيها للحاج عشان ما يسعوقكش؟ ده ايه حكايتك يا ده ناصر؟ انت مش عايز نطلع فوق ليه؟ بعدين اتنطيت لي كده فجأة منين قدام القهوة؟ انت مش سايب الفرح من ساعتين عشان تروح تشوف امك عيانة؟ ما هو اصل انا رحت اديتها الدواء واطمنت عليها، وبعدين قلت ارجع بقى يمكن يحتاجوني في حاجه. طب سيب دراعي. ما انتش طالع فوق يا فاروق، ما انتش طالع. هطلع فوق يا ياض يا نصر، يعني هطلع فوق. وانا قلت لك ما انتش طالع، يعني ما انتش طالع. اقول لك هطلع يعني هطلع. انا عارف ان الظرف مش مناسب، لكن قلت هي فرصه اقابل ناجي بيه في الفرح واقدر اتكلم معاه. بس ناجي بيه على حد علمي ملوش دعوه بالنيابه والقضايا دي، لانه شغال في جهاز المدعي الاشتراكي. عارف يا حاج، بس مهما ياكل ليه اصحابه ومعارفه والناس اللي بتمونه. الله، هو ابنك مش طلع بكفاله لغايه ما نزوره في القضيه؟ تمام يا حاج. ما انا بقى جاي ناجي بيه بخصوص القضيه. بيقولوا ان رئيس النيابه اللي ماسك القضيه كان زميل ناجي بيه وصاحب الروح بالروح. صاحب الروح بالروح ده هيعمل ايه؟ دي قضيه يا معلم، وما دام وصلت للمحكمه مفيش مخلوق يقدر يعمل فيها حاجه. دور لابنك على محامي كويس. معاه اكبر محامي في البلد يا حاج. خلاص هو وشطارته بقى. ما هو المحامي ذات نفسه اللي قال لي شوف لك انت سكه في النيابه وانا هشوف سكه في المحكمه. سكه؟ سكه يعني ايه؟ طب ايه رايك بقى ان انا نيابه عن ناجي بيه بقول لك لم نفسك وما تتكلمش في الموضوع ده تاني، وتفضله بقى من غير ما ترد. اعمل معروف يا حاج، اعمل معروف يا حاج. انت اب برضه وعارف ان الضنا غالي. ابني لو خد حكم في القضية دي مستقبله هيضيع يا حاج. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة، المعلم زوزو واستعد لأي طلب إن شاء الله حتى يكون نص أرنب. طب يمين بالله العظيم لو ما انتوش في بيتي والليلة فرح ابني ومش عايز أعملها فضايح، ما خرجكم من هنا إلا لابسين قضية. إيه يا عم؟ في إيه مالك؟ رأيكوا إيه؟ أقول لناجي بيه وأسيبه هو اللي يتفاهم معاكوا؟ بلاش، قلبك أبيض. خلاص خلاص يا معلم،
اعتبرنا ما قلناش حاجه. معلش مردود لك. ايه يا عم في ايه؟ الراجل المعتوه ده الجاي يقابلك ويتفاهم معاك تكلم صاحبك اللي ماسك قضيه ابنه. ابنه؟ مش ده الواد اللي اتمسك في حادثه العربيه بالبودره؟ بالظبط. مش عارف مين طلعها في دماغه ان هو يقدر يدفع قرشين للنيابه تطبخ له القضيه. طب ما قلتليش ليه كنت لبستهم قضيه رشوه؟ هو الراجل ناقص يا استاذ، بس الحق مش عليه، الحق على المحامي الكبير اللي مفهمه ان كل حاجه ممكن تتباع دلوقتي حتى القضايا. شيء محزن. كفايه عليه ابنه راح في شربه ميه وضاع مستقبله. الحكايه دي زادت عن حدها ولازم تشوفوا لكم حل يا استاذ. الشباب واولاد في عمر الورود، مخدرات والهباب الابيض ده عمال يقضي عليهم كل يوم. للاسف يا عمي انا بعيد ومفيش في ايدي اي حاجه اعملها، لكن اجهزه مكافحه المخدرات مش كفايه يا ناجي، مش كفايه. طب ايه قولك بقى ان انا عملت فرقه من صبيان القهوه والورشه وسرحتهم في الشوارع ورا شويه عيال مشبوهين؟ بلغني ان هم بيبيعوا قدام المدارس. طب ما بلغتش ليه؟ ومين قالك ان انا ما بلغتش؟ يوميها تاني يوم المخبرين اتبدروا في الحي زي الرز، وهوب لقيت العيال المشبوهين دول فص ملح وداب. لكن وحياتك يومين ثلاثه ورجعت ريما لعادتها القديمه، لما حسوا بالامان قبوا على الوش تاني. ده انا سمعت ان اليوم نضرجيه في وسط اقول ايه. الله الله، مناقشه حلوه قوي ليله الفرح. اه والله يا بنتي عندك حق. الله سميحه. نعم. العريس والعروسه فين؟ طلعوا شقه العروسه يا حاج، قلنا يرتاحوا لهم ساعتين قبل ما يطلعوا المطار. اه والله فكرتيني. هو الواد فاروق ما جابش التذاكر؟ عايز اسمعها منك يا قمر. يا خالد انا اتجوزتك وبقيت مراتك خلاص، عاوز تاكيد ايه اكتر من كده؟ انا عارف ان الجواز بيبقى حسبه عقل، خصوصا جوازنا ده. معلش جايز اكون طماع وعايز العقل والقلب مع بعض. مش يمكن القلب يلخبط حسبه العقل يا خالد؟ ده معناه ان القلب لسه. متفهمنيش غلط يا خالد، انا اتجوزت مره بحسبه القلب، كانت حسبه كلها غلط، تجربه فاشله ما سابتش جوايا الا المرار والندم. صممت ان تجربتي الجديده تبقى محسوبه بحسبه العقل وبس. ده مش معناه ان اتجوز واحد ما بحبوش، لا، معناه ان اتجوز واحد هحبه. هتحبيه؟ احتمال في علم الغيب؟ لا، احتمال في ايدينا نحققه. واذا ما قدرناش؟ هنقدر. ايه اللي هيمنعنا؟ الماضي. يا خالد انا ما بتعاملش مع اشباح، ولا انت كمان. عارف احلى حاجه عجبتني فيك ايه وخلتني احسم قراري؟ انك انسان عملي واقعي، وانا محتاجه الانسان بالشكل ده. ما انكرش ان انا كمان فكرت فيها بالعقل. صحيح اول ما شفتك فكرت فيكي على طول كانسانه ممكن تكون شريكه حياتي اللي بدور عليها، لكن ما اقدرش اكذب على نفسي ولا عليك يا قمر واقول ان انا حبيتك من اول نظره. لا، حتى بعد ما عرفت حكاية جوازك الأولاني ما أثرتش كتير في قراري. يمكن أبان قدامك زي آلة حاسبة، لكن أنا بعترف لك إني أخدت قراري بعد عملية جمع وطرح. مستقبلي زائد مستقبلك، عملك كأستاذة في جامعة الكويت ومركزي كمهندس للبترول هناك، كل ده ناقص مشاكلنا ومشاكل أهالينا وذكرياتنا البعيدة. ولقيت في الآخر الحسبة مفيدة ليا وليكي، لكن مع الحسبة دي ابتدت حسبة تانية تفرض نفسها عليا، حسبة بشرية وإنسانية صرف، حسبة بيدخل فيها ضربات القلب وسرعة النبض والمشاعر، المشاعر اللي بتخليني ارتبك وابقى زي العيل الصغير كل ما اشوفك.
انا كمان يا خالد متهيألي هبدا احسبها بالشكل ده. ها امتى يا قمر؟ ما تستعجلنيش يا خالد، انت هتحسها بنفسك. بتحبيه يا نهت؟ بعد حادثه اهلي ما عدتش بفكر في الحب يا قبلتي. بالعكس بقى يا نهت، الحادثه دي يا حبيبتي قضى، ربنا سبحانه وتعالى اراد انك تبقي لوحدك عشان تعملي لك عيله جديده، بيت وزوج واولاد. يمكن، بس مش دلوقتي، لما اخلص مذاكرتي واتوظف ويبقى الكيان. وطهر ما تاخرش، ما هو بيساعدك وبيذاكر لك. ولا نسيت ان لولاه لا كنت ذاكرتي ولا خدتي الثانويه العامه؟ ما نسيتش يا قبلتي، وعمري ما هنسى. وعشان ارد له الجميل مش لازم اتشعبط في رقبته. طاهر تعب كتير في حياته ويستاهل واحده تعوضه، مش تبقى حمل على كتافه، والدكتوره فاتن تستاهله عني. واذا كان هو يا ستي بيحبك انتي؟ متهيأله طاهر بيحب فاتن من زمان، وما ميلش ناحيتي غير لما اختلفوا سوا وفسخوا الخطوبه، وانا كنت حاسه بكده. بس غلطت نفسي، قلت يا بنتي يمكن يكون رمى طوبتها خلاص، لحد ما عملت العمليه لست اصلاح ورجعت تحنله ويحنلها. يومها قال لي ان وقفته جنبها مجرد واجب، ما صدقتوش يا قبلتي، حاجه جوايا ما خلتنيش اصدقه. قلت انه قال لي الكلام ده عشان خايف على شعوري. وهالحكايه دي فات عليها سنين، وهم لو كانوا عايزين. كانت ظروف حادثه بيتنا، صعبت عليه مش اكتر. بنراقب المكان من يوم بلاش من الحاج علام، وكنا عاملين كمين الليله بالذات، وللاسف اكتشفنا ان صاروا القشه بتاعك وقع تحت اغراء الفلوس. كان بيفتح القهوه بعد ما تروحوا كل ليله ويدخل فيها المدمنين عشان ياخدوا حقن النكس فور وتذاكر النرويج. ناصر لا ده بالذات، لا ده احسن قسط عندي في الورشه، ده جاي لي عيل صغير وانا اللي مربيه، يبقى ازاي؟ ولاد الكلب دول دخلوا له منين؟ يا عم ما احنا ياما كنا بنقعد وبنقول ان الطاعون ده بياكل في شبابنا وبيرعى فيه زي ما النار بترعى في القش. واحنا واقفين ومش واخدين بالنا، مش حاسين انه اخطر من كل البلاوي اللي عدت علينا، اخطر من الاحتلال والاستعمار اللي ابوك كان بيحاربهم يا ناجي، اللي مات وهو بيحاول يزحهم عن بلدنا. دلوقتي ده احنا قبل الفجر بشوي. دي تلاقيها خالت ام شافعي، اصلا قالت لي انها جايه بدري عشان اشوف اللي ورانا. ايه؟ مين يا ناس؟ انا يا ليه؟ انا ما تخافوش. توفيق؟ مش حد غيرك يفتح لي بيته وخبيني عنده. خبيك من ايه يا توفيق؟ ما تسالينيش. خبيني خبيني وخلاص. خبيك وخلاص يعني ايه؟ لازم اعرف. تعرفي ايه؟ ما فيش حاجه غير اللي انت عارفاه، اللي ما بحس بفارقني انا وكل الاخوه. حاجه من امبارح علينا في البوتيه، قبضوا على كل الاخوه ما عدا انا واثنين هربنا. عملتوا ايه المره دي؟ ما عملناش حاجه. ما تستجوبينيش، مش هقول لك على اي حاجه. وانا مش هخبيك اللي انت قلت. خلاص همشي. لا لا يا توفيق، لا يا توفيق،
اديني الامان يا توفيق، ما تخونيش. ده انا لو خليت الدنيا كلها مش هخلى بيك. غصب عني يا نينا، غصب عني. انا ما كنتش اعرف ان المساله هتوصل للدرجه دي. يعني ايه؟ قول يا توفيق. برمحملك على صدري حبيبي. قالوا له هتاخد الفلوس بس. وده امير الجماعه قال لنا انه خد فتوى من الامام ان فلوس الناس دول حلال لينا. رحنا اول امبارح بالليل اسريه السياخ، كسرنا الباب، دخلنا عشان نطفي الباب. الراجل كان نايم جوه، صحي حاول يمنعنا. راحوا الدكتور يا ستي. قولي سكتوا، ضربت عشان يغمى عليه بس. ما كنتش اعرف انه هيموت، ما كانش قصدي يا لينا، ما كانش قصدي. سمعتها وانا ما نمتش، كل عيني متغفل اشوف الراجل حلالي واسمع صوت عضمه وهو بيتفشفش في ايدي. ايه اللي قلقك يا ماما؟ ما انت عارفه انها رايحه المطار هوصل قمر وارثها. جدك تعبان وعايز يشوفك. ماله؟ معرفش، جيت من الفرح لقيته بينادي عليا، دخلت عليه لقيته في حاله غريبه قوي. طيب ما اتصلتيش بالدكتور صبحي ليه؟ حالته مش محتاجه دكتور. تعالى يا ولد. عشان خاطر بنتي انا عفيت عنك، بس بشرط الجنازة تبقى عسكرية يتقدمها حملة الناشين والاوسمة وتطلع من الداخلية. جدي ما تقلعونيش البدلة. هات ايدك. تعال يا نجات. قربي مني. خلي بالك من الولد وربيه كويس. حاسس بإيه بس يا بابا؟ أجيب لك دكتور. ما عادش ينفع. أقفل الباب وطفي النور. بابا ما تأخذنيش يا نجات، الشديد القوي هو اللي منعني آجي وأخد بخاطرك في ساعتها. ما حصلش حاجة يا أبله، أنا مقدرة الحقيقة. أنا كنت جيت ناوي أجيلك من غير الموضوع ده، أصل سمعت منك في فرح قمر كلمتين ما خبطوش في دماغي إلا بعد ما روحت. كلمتين عن إيه؟ عن علي. لما قلتي لي مهما حصل علي وناجي هيفضلوا إخوات، قصدك إيه يا نجات؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ ما تاخديش في بالك يا أبلة، دي فلتة لسان. ما تقلقنيش يا نجاة. هقولك ايه بس،
انت عارفه ان من مده في كلام كتير حوالين عارف. كلام زي ايه؟ ما اقدرش اقولك يا ابلة، دي حاجات من اسرار شغل نيكي. ولا اسرار ولا حاجه يا ماما، دي قضيه علنيه، احنا بس مستنيين رجوع علي من باريس. قضيه ايه نيكي؟ طنط انيسه، حضرتك تشك في حبي لعلي لحظه؟ ابدا يا ناجي، ولا لحظه. نصحته كتير، كلمته اكتر من مره، لكن مفيش فايده، مرضيش يسمعني، وكانت النتيجه الطبيعيه انه داخل على ازمه، محنه بمعنى الكلمه. سايب اعمالي ومصالحي في مصر وجيت معاكي هنا باريس عشان ما تبقيش لوحدك في ظروف زي دي، وساعتك لو انت جيت كابتن حطيت دراعك في دراعه وما سالتيش فيا. بلاش نتكلم في الريسبشن يا علي. نتكلم فيه يا زهر، انا عايز تفسير فوري وسريع. طيب اسمحوا لي انا بقى. استنى يا حازم، انا هوضح لك كل حاجه يا علي في كلمتين. انا وحازم هنتجوز. ممكن اقعد يا كابتن؟ اه طبعا. طب اذا ما كانش يضايقك، انا عندي سؤال مباشر وصريح وعايزك تجاوبني عليه باجابه مباشره وصريحه. اسال يعني ايه؟ انت متاكد ومقتنع ان زهره بتحبك؟ انا ارفض اني اكلم اي حد عن علاقة تخصني أنا وزهرة، خصوصا وهي مش موجودة. شكرا، هي دي الإجابة اللي كنت عايز أعرفها. آسف إذا كنت ضايقتك. زهرة. إيه يا علي؟ أنت مستعجل ليه؟ أنا راجع مصر بكرة، هكسلك معايا. من غير ما تسألني يا علي؟ تذكرتك في الريسبشن. لو الميعاد مش مناسب ليكي بلغيهم يكنسلوا الحجز. على إسمك. إيه يا زهرة؟ هتفضلي واقفة كده؟ مش هتقعدي؟ قول يا حازم، لو سألتك سؤال صريح ومباشر وعاوز عليه إجابة صريحة ومباشرة، مش كده؟ مش فاهم. اسألي يا مدام. أنت مالك متوتر كده ليه؟ هو علي قال لك إيه؟ سألني سؤال صريح ومباشر. أنت متأكد ومقتنع إن زهرة بتحبك ورفضت اجاوب؟ تعرف ليه؟ لان السؤال فاجئني، اكتشفت اني ما سالتوش لنفسي ابدا، واني محتاج فعلا اعرف الاجابه عليه. طب ما تجاوب. جاوبيني انت، خلينا في سكه الصريح والمباشر وجاوبيني انت. اجاوبك ازاي؟ والمفروض ان انت اللي تتاكد وتقتنع. وجهي السؤال لنفسك يا زهر وردي عليا، انت متاكده ومقتنعه انك بتحبيني؟ لا، بس ده مش معناه اني رافضه اتجوزك، احنا اتفقنا فعلا. تتجوزيني وانت مش بتحبيني؟ انا ما قلتش اني مش بحبك، انا قلت اني مش متاكده. بلاش تلاعب بالالفاظ من فضلك، ومع ذلك هوجه لك السؤال بصيغه تانيه، هتتجوزيني وانت لسه بتحبي المهندس علي البدري؟ مستحيل. ايه هو المستحيل؟ انك لسه بتحبيه او انك تتجوزيني؟ اني اتجوزك وانا لسه بحبه. اسمعني يا حسن، احنا اتفقنا على الجواز لكن لسه ما حددناش الميعاد، والميعاد ده مش هيتحدد الا لما ابقى متاكده ان مفيش في قلبي غير الانسان اللي هتجوزه. عظيم، انتهى الامانه وسمعتي. على طول احنا مش متفقين اننا هنروح اللوبي سوا؟ معلش تأجلت، أصل جالي استدعى للبوس بتاعي، ظهره ناوي يطير من هنا. سوري مستر بهرام، I can't do it. Well, as you wish. Send me the pilot in, please. Okay, Mr. Salahdar. You may go to your country tomorrow and attend to your own business.
But I warn you, keep the past the secret of your life. I like you, and that's why I'm letting you go home safely. But if one word leaks out of our past business together, well, you can be sure it's going to be your funeral. Don't even think of it. It will never happen. Well, we'll see. Come in. Yes, sir. Mr. Salah Dar will be flying with you to Cairo tomorrow. It'll be his last trip on my plane. We like you a lot, Mr. Salah Dar, and I think we'll miss you a lot, and I wish you bon voyage. Thank you, Mr. Bouhram. Yes, sir. Call Ismat Sonai in Cairo and tell him to take care of him.